العمق 32 مترا والسرعة أكثر من 100 كيلومتر في الساعة. تقف هناك وتفكر فيما سيحدث. يبدو أمرا مثيرا وأريد تجربه. سأنزل فقط إذا أعطيتموني أجرتي. أنا خائف جدا، لن أفعل هذا بمفردي. مرتفع جدا بالنسبة لي. منتزه كانيفا وورلد المائي في إيطاليا، هنا توجد أعلى زلقة مائية في أوروبا. نلتقي الأخوين يوليان ولوكا تشيش الخبيرين في التزحلق على الزلاقات المائية. الزلاقة المثالية يجب أن تكون عالية وسريعة وتجعل المرأة يشعر بالإثارة، وأن تكون متقنة الصنع ومناسبة للتزحلق ولا تسبب الألم عندما ينضغط المرء في الزلاقة عند المنحنيات مثلا. يشرف الأخوان من ولاية شمال الراين ويستفاليا على موقع الإنترنت tuberides.de، وفي أوقات الفراغ يجوبان أوروبا لاختبار وتقييم الزلاقات المائية. قاما بتجريب أكثر من 800 زلاقة في السنوات الخمس الماضية، وهما يعرضان على موقع يوتيوب المقاطع التي قاما بتصويرها أثناء التزحلق. لم يسبق لهما تجريب زلاقة بهذا العلو، ورغم الخوف الكبير يريد يوليان تشيش اختبارها. التفكير الكثير قد يجعلني أتراجع، الأفضل أن أتزحلق فورا. عند بوابة الانطلاق يقوم بتركيب الكاميرا وينطلق. أمر لا يصدق. في البداية يهوي المرء فعلا إلى الأسفل ويكتسب سرعة عالية حتى النهاية. السرعة عالية جدا، هذا مثير فعلا، والآن سأعيد الكرة. ارتفاع أكبر وانحدار أكثر شدة. المسابح وحدائق الملاهي تنظم مسابقات حافلة بالإثارة. هنا تمر الزلاقة المائية عبر حوض لأسماك القرش. زلاقة كليمنجارو في البرازيل هي الأعلى في العالم بارتفاع 50 متراً، أما زلاقة ماموث في أمريكا فهي الأطول ويصل طولها إلى 540 متراً. تزحلق آمن بإثارة قصوى، هذا هو التحدي الذي يواجه صانعي الزلاقات. في مكتبه قرب شتوتغارت يعمل راينا براون على إيجاد حلول جديدة لكل زلاقة يكلف بتصنيعها. تخيل أنك تصل إلى سطح الماء بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. يجب أن يكون هناك كبح لأن سطح الماء صلب كالإسمنت. كذلك يجب اعتماد تدابير خاصة لجعل سطح الماء طريا. أبرز إبداعات راينا براون أول زلاقة مائية في العالم بحلقتين في مدينة فورغل النمساوية. أتى يوليان تشيش وشقيقه لوكا للاختبار. شهدت الزلاقة المائية المزيد من التطور في السنوات الأخيرة، وسيكون هناك بعض المشاريع المثيرة. نظرة على الألب تليها انطلاقة صاروخية. سقوط حر بارتفاع 14 مترا ينتظر يوليان تشيش. السرعة العالية ضرورية هنا لتجاوز الحلقتين. الزلاقة ممتازة، المتعة كبيرة، وأنصح الجميع بالتزحلق هنا. ولتخفيف التوتر يقوم الأخوان في النهاية بتزحلق عادي وهادئ.